بدعوتها فقط بشكل رسمي إلى قمتها للمرة الثانية على التوالي بعد قمة سوتشي، الدول الإفريقية التي تحظى باعتراف رسمي من جانبها كرست روسيا بشكل رجعت فيه مبدأ المشاركة على الدول الإفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ودعت جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات ثنائية والمعترف بها من قبل المنتظم الأممي، وذلك رغم الضغوط التي قد تكون مارستها بعض الدول من قبل جنوب أفريقيا والجزائر من خلال استغلال صداقتها مع موسكو لفرض مشاركة البوليساريو في هذه القمة. وهذا المبدأ المنصوص عليه بشكل رسمي في الوثائق الرسمية لأشغال القمة الروسية الأفريقية حدد بشكل واضح ونهائي أن وحدها الدول 54 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة هي أعضاء في هذه القمة. نتابع تعليق وليد كبير الإعلامي والناشط الحقوقي من وجدة حاوره يوسف النعماني. الموقف الروسي كان واضح وأكد على أن الدول الإفريقية التي تشارك في القمة هي الدول المعترف بها من طرف الأمم المتحدة. هذه الخطوة الهامة شكلت صدمة للنظام الحاكم في الجزائر الذي هرول مؤخرا للارتماء في الحضن الروسي، ولم يشفع له ذلك الارتماء في الحضن الروسي بأن تقدم روسيا على خطوة الاعتراف بجبهة البوليساريو أو توجيه دعوة لحضور قمتها بسان بيترسبورغ. هذا القرار الروسي يؤكد على أن النظام الحاكم في الجزائر فشل في إقناع روسيا بأطروحته، ويعني استغلال هذه الفرصة. الأبواق الإعلامية الموالية للنظام الحاكم في الجزائر صمتت ولم تتكلم عن هذا القرار الروسي الذي أعتبره أنه انتصار آخر للدبلوماسية المغربية وانتصار آخر لعدالة قضية المغرب.